هلا هلا ازيك؟ اهلا وسهلا. كيف الامور يا هلا؟ ان شاء الله طيبه. تمام الحمد لله. من وين يا هلا؟ تمام الحمد لله. من تمام الحمد لله ما شاء الله حلتكم سوحه. من حجر العسل. حباب حجر العسل. امبارح كان معنا واحد في حجر العسل قال سميناه حجر العسل لانه فيها حجر براو بيطلع العسل بيقول فررر كذا عسل. كان ده صح؟ وحط الله قال لنا كذا. والمشاهدين كله قالوا جايين لكم، الكلام ده صح يا هنايا؟ يا هلا؟ صح صح. ها؟ صح. الحجر انت مشيتي له ولا بتقولي صح ساي؟ لا انا ما مشيت له ولكن سمعت به. سمع ساي ما حصل ضقت عسل منه تب ان شاء الله جابوا لك ساي؟ لا لا. انا احنا بنجيبها ناس من درمان والخرطوم كله ونبحري ونجي عليكم. ونشيل بعض بدل البنزين نجيب عسل يا زول. ان شاء الله. يلا. طيب انا احنا حنلعب صفرة قد على الشاشة وان شاء الله سريع. يلا يلا يا هالة بسم الله. يلا ابدي. تب خمسة. هالة خمسة. هالة خمسة من حجر العسل التي بها عشر. تسعة. هالة تسعة على الكمبيوتر. انت كم سريع يا هالة؟ والله أنا أربعة. أربعة يا سلام عليك يا أخي، جاي بالدرب العديل. دفلتوها ليه يا توحيدة؟ ما في زمن. أها الله الله يا زهر. أيوة فتح لك سكة الكمبيوتر، فتح سكة. ستة. ستة. الله عليك يا هالة الله عليك. ما في من أول محاولة. حجر العسل ده بحجرهم ده أمور واضحة. طيب يا هالة خشينا شيختك بختك. عندنا ثلاثة خانات والحمد لله لا فيها فخ ولا فيها هدية. 14 و16 و19 شيلين كت ان شاء الله كله نجن. ان شاء الله ان شاء الله. يلا مع الضحكة دي. 14 بلا جابر. سؤال سؤال يا هالة. هو سؤال في انتظار السؤال يا هالة، وان شاء الله يكون سؤال كويس تشيل به الجائزة وانا وعدك ليك المسافة. طيب ما هي معجزة سيدنا صالح؟ ده سؤال سهل. فعغروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الناقة. يا سلام يا سلام. ألف جنيه ألف جنيه. الله عليك الله عليك يا هالة. نرجع عندنا رقمين بالتأكيد 16 و19. هالة ما رقمين اختار أي واحد. 16 16 يا هالة. صورة هالة شايف الشاشة قدامك؟ أيوة. تمام حجيك الصورة حنقرب لك المسافة. طيب يا هالة يلا قبل اديني عنه معلومة. طيب نديك عنه معلومات. هو مؤسس صحيفة كردفان ورجل صحفي وكاتب كان له عمود مقروء بشكل راتب وصاحب يعني وصاحب فكرة عيد الشجرة. المفروض الشجرة يكون عندها عيد، مش شجرة بتاعت الجماعة، الشجرة العادية. وعنده صالون في الأبيض يعني شهير اسمه على ما أعتقد صالون كردفان على ما أعتقد. الفاتح أحمد النيل. الله لا الفاتح أحمد النيل. أحمد النور. أحمد النور. أيوة أيوة الفاتح أحمد النور أو الفاتح النور. دخلت لنا النيل والنهر وغايته. هلا أقعد أضحك كي لحد ما المسابقة تطير. فرح عندنا 19 حنختارها نحن ما تختاري انت. سؤال يا هالة. خليني اختار انا. شيليتي طبعا. قولي 19. اها اي انا اقول 19. 19 فخ هو بعديت وقعت بالحفرة. اذا سؤال يا هالة. الشخصية اللطيفة تحية لك يا هالة لأسرتك الكريمة. تمام اذا السؤال حيجينا على الشاشة. اخر سؤال. شاعر سوداني من اشهر اعماله يا شعب اللهبك توريدتك، من هو؟ ده أي زول بيعرفه يا حالة؟ ده شاعر الشعب كله يا أخي. يا شعب اللهبك توريدتك تلقى مرادك والفينيتك تلقى مرادك والفينيتك يا شعب اللهبك. أديني مساعدة عنه؟ أيوة الشاعر ده تغنى له بهذه الأغنية الراحل محمد وردي فنان أفريقيا. واسمه الأول محجوب. اسمه الثاني منو؟ محجوب شريف. الله عليك 3000 3000 الله عليك.
شكرا جزيلا يا هالة، كتر خيرك كثير. شكرا لكل الذين تابعونا في هذه الفقرات. فاصل ثاني ثم نعود إلى آخر العشرة.